أفئدة المستهلك برنامج إذاعي توعوي يتم إعداده وتقديمه بالتعاون مع المختصين في إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على الجمهور، ليكون بمثابة تواصل أسبوعي بيننا وبينكم في سبيل تأصيل ثقافة استهلاكية سليمة. نافذة المستهلك. مساء الخير أعزائنا متابعين برنامج نافذة المستهلك، نرحب فيكم أجمل ترحيب من خلال هذا البرنامج المتجدد معاكم كل أسبوع والمليء بالمعلومات اللي تهم جميع المستهلكين، ونتمنى نقدر من خلال هذا البرنامج التوعوي أن إحنا نوصل المعلومات لمجتمع أكثر ثقافة ووعي بما يتعلق بالممارسات الشرائية والمعاملات التجارية الصحيحة. معاكم من خلف الميكروفون أختكم صفاء صفر وزميلتي فاطمة محمد. بداية أسي عليك أختي صفاء وعلى السادة المستمعين بالخير، ويمكن اليوم حلقتنا راح تختلف عن الحلقات السابقة بمناسبة يوم العمال العالمي واللي صادف الأول من شهر مايو من كل سنة، وتحتفل فيه كل البلدان على مستوى العالم بالعاملين في مختلف المجالات والقطاعات. اليوم من خلال حلقتنا راح نغير المسار اللي تعودنا عليه، وراح نسلط الضوء على العمل الخدماتي اللي تقوم بإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ورؤية الإدارة فيما يخص مهامها ودورها في خدمة الوطن والمواطن. بالتأكيد أختي فاطمة، دور إدارة حماية المستهلك كجهاز حكومي ورقابي اليوم كان ولا يزال مرتكز على أسس خدمية بحتة، هدفها الأول والرئيسي هو خلق سوق منظمة تتساوى فيها كل المراكز في الحقوق والواجبات من الطرفين المستهلكين وأيضا التجار. وأيضا ما ننسى دورنا في الوقوف على مشاكل المستهلكين وبلاغاتهم ومحاولة حلها في إطار القانون واللوائح التنظيمية، وكذلك دورنا في توعية المستهلكين والقطاع التجاري على حد سواء. اليوم حلقتنا مخصصة لمناقشة حصيلة سنة كاملة من العمل في سبيل تحقيق رؤية الإدارة. فاصل مستمعينا ونواصل معاكم البرنامج، كونوا معنا. عزيزي المستهلك، في حال رصدكم لأي مخالفات في الأسواق يمكنكم التواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك على رقم 1700-7003. نافذة المستهلك. رجعنا لكم مستمعينا من بعد الفاصل، ومثل ما وعدناكم اليوم حلقتنا بتكون مخصصة للحديث عن العمل الخدماتي اللي تقوم فيه إدارة حماية المستهلك، ومن خلالها إن شاء الله بنستعرض عمل الإدارة والمحاور المتصلة بروتين العمل اليومي. وضيوفنا في هذه الحلقة هم السيد إسنان الجابري مدير إدارة حماية المستهلك، وأيضا السيد جمال ناصر الباحث القانوني في الإدارة. زميل سنان، أنت اليوم معنا كضيف للحديث عن الإدارة وعملها الخدماتي، نرحب فيك ونشد على دوركم المحوري والأساسي في خدمة الوطن والمواطن. حياكم الله صفاء، حياك الله فاطمة، وسعيد أن نكون اليوم في موقع الشخص اللي يتكلم عن دور إدارة حماية المستهلك. في الأيام الاعتيادية في الحلقات الماضية كنا نسلط الضوء على دور توعوي نحاول من خلاله إيصال رسالة الإدارة. اليوم سعيد أن أكون معكم اليوم في هذه الاستضافة في يوم العمال، وهي تحية لكل عامل أيا كان موقعه، همه الأول السعي نحو اللقمة شريفة لأبنائه ولأسرته، همه الأول وطن آمن ومستقر، همه الأول السعي نحو مصالح الناس وخدمة الناس باعتبارها تكليف قبل أن تكون تشريف. أيا كان موقعه نرفع له اليوم القبعة تحية وتقديرا لجهوده، ونحن سعيدين في إدارة حماية المستهلك أن نتولى هذه جانب من هذه المسؤولية من العمل الخدماتي خدمة للمستهلكين، وهذا ميدان من ميادين اللي يسعدنا أن نكون من العاملين فيه
ونتمنى أن نكون دائما عند حسن ظن الجميع من أجل إيجاد بيئة آمنة مستقرة تسعى في نماء وازدهار هذا البلد. حياك الله معنا أخوي سنان، وأيضا نرحب بأستاذ جمال، حياك الله معنا، ونضم صوتنا لصوتكم من خلال إذاعة مملكة البحرين. هذه تحية تقدير واحترام لكل عامل في مجال عمله سواء كان رجل أو امرأة. نبتدي معاك أخوي سنان للحديث عن رؤية الإدارة ومهامها ودورها الرئيسي فيما يخص خدمة المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق. طبعا إدارة حماية المستهلك تطلع بالعديد من المسؤوليات الملقاة على عاتقها تجاه الجمهور من مواطنين ومقيمين في سبيل إيجاد بيئة آمنة ومستقرة وشفافة وعادلة ما بين أطراف العملية التجارية من مستهلكين وقطاع تجاري. تطلع الإدارة بخدمة المستهلكين من خلال حل الشكاوى ومباشرتها والسعي إلى حلها وديا ما أمكن ذلك، وإصدار القرارات اللازمة لفض النزاعات ووضع آلية مناسبة لها. أيضا نعول نحن أمانة على الدور الأكبر وهو الاستثمار الأهم في عمل إدارة حماية المستهلك، وهو توعية المستهلكين والقطاع التجاري بحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك، وتحديدا قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وأيضا قانون رقم 62 لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لهذين القانونين وغيرها من القوانين ذات الصلة بحماية المستهلك. نطلع أيضا بمسؤوليات تنظم العلاقة ما بين المستهلكين والقطاع التجاري في مواضيع أخرى مثل تنظيم والترخيص للتخفيضات التجارية والحملات الترويجية. وأيضا تطلع الإدارة من خلال قسم البحوث والتخطيط الاستهلاكي بإقامة الدراسات المتعلقة بشؤون المستهلك ورصد المؤشرات المتعلقة بالاستهلاك وإعداد التقارير اللازمة بشأنها لإيجاد فهم واضح لما يتعلق بقضايا المستهلكين، وبالتالي صياغة ما يتلائم والتحديات التي تواجه المستهلكين بشكل عام. نعم اللي تفضلت فيه أستاذ سنان يعكس الدور المحوري لإدارة حماية المستهلك في خدمة المجتمع ككل وأيضا جميع الأطراف التجارية. الأستاذ جمال ناصر، لو بنتكلم عن شن هي أبرز القطاعات اللي تستقبلها الإدارة كشكاوي، وأيضا لو يعني تفيدنا بالتصانيف اللي تستقبلونها كشكاوي. تستقبل إدارة حماية المستهلك عن طريق القنوات التواصل مع الجمهور سواء بمركز الاتصال أو عن طريق الإيميل أو الحضور الشخصي إلى الإدارة العديد من الشكاوي، ولعل أهم القطاعات أو التصنيفات اللي نستقبلها هي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في الدرجة الأولى، اثنين المركبات، ثلاثة الخدمات والمنتجات الصحية والتجميلية، المواد الغذائية، الأثاث، المقاولات، عندنا الكثير أيضا ممكن الملابس والأحذية، المجوهرات، الأكسسوارات، المستلزمات المنزلية، وكثير من القطاعات الأخرى. بلا شك يعني استقبال الشكاوي هذه والعمل على حلها عمل خدماتي مهم وصعب، لأن يتعامل مع شريحة دائما بتشوف نفسها أنها هي متضررة وأنها هي صاحبة حق. فشلون أخوي سنان تقدرون في الإدارة تتعاملون مع مثل هذه المواقف؟ بطبيعة الحال المستهلك لما يلجأ بالشكوى إلى إدارة حماية المستهلك هو صاحب حاجة ويجد نفسه أنه هو شخص متضرر، بالتالي نحن متوقعين في كعمل خدماتي أن المستهلك راح يكون في حالة من عدم الاستقرار نفسيا. نعم. خلنا نقول مضايق، خلنا نقول يحس بشكل من أشكال الغبن أو شكل من أشكال الإجحاف بحقه. صح. يمكن نتعامل مع نفسيات مختلفة، بالتالي احنا عندنا الزملاء والموظفين مهيئين لاستيعاب مثل هذه الأمور، مثل هذه التحديات.
أيضا في المقابل إيصال الرسالة المعنية للمستهلك وتوضيح ما له وما عليه بطريقة صحيحة وبطريقة سليمة ووفق القانون والأنظمة، محاولة حل القضايا. القانون متقدم في هذه الجزئية، أن احنا دائما نسعى إلى حل القضايا ودية ما أمكن ذلك. في بعض الحالات المستهلك قد لربما بسبب قلة الوعي يقع إجحاف بحقه، ولكن القانون قد لا يضع إطار صحيح أو معالجة بما يعني خلنا نقول ترجع للمستهلك ما يطلبه أو ما يريده التي قد تكون على خلاف القانون. ولكن السعي، سعي الإدارة إلى حل القضايا ودية ما أمكن ذلك، وهذا نص صريح في القانون، يعطينا فرصة أن احنا نحل القضايا في إطارها، خلنا نقول بدون الحاجة إلى الاستناد إلى نصوص جامدة في القانون. نعم. أو قرارات ملزمة بشكل ودي، والحمد لله كثير من المؤشرات الطيبة اللي تعزز هذا الموضوع من خلال ما يطرحه القانون نفسه، وتحديدا أن القانون نص على حل القضايا وديا ما أمكن ذلك. فإذا تعذر الحل الودي نضطر أو ننظر إلى ما تضمن القانون من نصوص تعالج مواضيع الشكوى. بالتالي نحن نسعى إلى احتواء أولا المستهلك، احتواء أطراف المشكلة، السعي إلى جمع الطرفين، جمع الأطراف، شرح حيثيات الشكوى للطرفين، الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة. قد تكون بعض الحقائق أو الجزئيات غائبة عن ذهنية الطرف الآخر، بالتالي إحنا نسعى إلى توضيحها من زاوية أخرى، زاوية مختلفة من بين الطرفين. بالتالي التوافق، إيجاد هذا التوافق بين الأطراف ذات العلاقة، يسعى إلى أن احنا نسعى من خلاله إلى أن احنا نحل هذه الشكاوى. أيضا في المقابل نوعي المستهلكين والقطاع التجاري بتفاصيل هذه الشكوى، ما قد تنطوي عليه من ممارسات أو من بعض التصرفات غير صحيحة التي قد لا تتواءم مع القانون، وبالتالي تجنبها وأيضا حل الشكوى. فإحنا نضع جميع هذه التحديات في عين الاعتبار، وأيضا نراعي أن المستهلك والتاجر عينين في رأس واحد. صحيح. لابد أن نقف موقف القانون مع الجميع، ونسعى من أجل الجميع، وأن نكسب الجميع. بالإنجليزي خلينا نسمونها one to one situation، هذه في مسائل الحل الودية. ولكن إذا ما تعذر للحد الحل الودي، بطبيعة الحال القانون يأخذ مجراه في ما يتم التطرق له من حالات يومية. صحيح. نعم. الشاهد في الموضوع أيضا أن تقريبا يعني تقرير العام الماضي لعام 2017 يتكلم عن حل أكثر من 89% من الشكاوى وديا، ما احتجنا فيها أن نحن نسقط نصوص صحيح. قانونية على الحالات. الحالات القليلة الأخرى المعدودة والنسبة المتبقية توزعت بأسباب مختلفة، يمكن المستهلك لجأ إلى جهة إدارية بحكم أخرى، بحكم أن الموضوع يمكن لعلاقة بقطاع آخر، مثلا لجأ إلى هيئة تنظيم الاتصالات إذا كانت الشكوى لعلاقة بقطاع الاتصالات، أو لجأ إلى وزارة الصحة إذا الموضوع لعلاقة ب خلينا نقول مستحضرات صحية أو أدوية أو غيرها ما شابه ذلك. فبالتالي النسبة المتبقية وهي نسبة بسيطة، لربما هي اللي احتجنا فيها أن ننظر إلى القانون أو أن نحتاج إلى دور جهات أخرى، ولكن الغالب هو الحل الودي، وهذا ما نعول عليه. والرهان الأكبر يظل هو توعية المستهلك والقطاع التجاري بحقوقهم وواجباتهم. إذا ما سعينا إلى إيجاد هذه العلاقة الشفافة، وهو استثمار طويل، سوف ننجح في إيجاد بيئة اقتصادية آمنة ومتزنة وعادلة. بالتأكيد أستاذ سنان، يمكن الأمر ما يختلف على اثنين، أن التعامل مع شخصيات متعددة ونفسيات وخلفيات متعددة مع جميع المستهلكين اليوم في المجتمع بمختلف مشاكلهم، هو أمر جدا صعب، يحتاج لحرفية جدا عالية من قبلكم أنتوا الأخصائيين والقائمين في إدارة حماية المستهلك. ومثل ما تفضلت، نسبة جدا عالية الشكاوى اللي قاعد تحلونها وديا تثبت علاقتكم الطيبة مع المنتسبين القطاع التجاري اليوم والعاملين فيه. ولكن إذا بنرجع لك الأستاذ جمال، القانون وضع نصوص وآلية معينة لمعالجة الشكاوي. باعتقادك أستاذ جمال، شنو التحديات اللي تواجهكم من الناحية القانونية، كونك الأخصائي القانوني أو الباحث القانوني في إدارة حماية المستهلك، في التعامل مع الشكاوي؟
الشكاوي وأصحاب هذه الشكاوي أيضا؟ طبعا الجهل بالآلية اللي وضعها القانون لمتابعة الشكاوي، أو خلنا نقول في البداية في كيفية إيصال الشكوى للجهة المعنية. أصحاب الشكاوي في بعض الأحيان لا قد لا يتبعون الطريق الصحيح في إبلاغ الإدارة المعنية. إحنا في القانون نتكلم عن أركان لإكتمال الشكوى يجب أن تتوافر. عندما مثلا يقوم شخص بنشر مقطع معين ولكن دون أن يقدم بلاغ رسمي إلى الجهة المعنية علشان تكتمل أركان تقديم الشكوى وفق ما نص عليها القانون، فعندنا إحنا الجهل بهذه الآلية أولا في كيفية التواصل مع الجهة المعنية، ثم ننتقل إلى ما هي الإجراءات التي سوف تتم بعد استقبال الشكوى وكيف يتم مباشرتها وما هي المدد اللي ممكن تعطى للطرف الآخر للرد، لأن لا يمكن نسمع من طرف دون أن نسمع الطرف الآخر، ففي مدد أوجدها القانون، في إخطارات في حال عدم الرد. هذا النوع من الأمور اللي قد يجهلها بعض المستهلكين وكيفية أنها تتم، هاي تسببنا تحديات، خصوصا أنه يعني يكون مثل ما تفضلنا يكون ياي وحاس أنه بضيم شوية وظلم وكذا، فصعب علي أن أنا أبتدي أقنعه أو أبتدي أقول له ترى في ستيبز أو خطوات لازم نأخذها. نعم. يعني بحكم تعاملكم اليومي مع العديد من الشكاوي تمر عليكم أنواع مختلفة منها، شنو أبرز الشكاوي أخوي سنان اللي لازالت عالقة بذهنكم أو اللي هي يعني طاغية على باقي الشكاوي؟ طبيعة العمل الخدمي يخليك تتعامل مع كثير من الحالات الفريدة وأيضا الحالات الغريبة، منها ما هو مضحك ومنها ما هو مبكي بطبيعة الحال، لأنها نتكلم عن شكاوي في النهاية. لازلت أتذكر يعني من أصعب الحالات اللي تعرضت لها شخصيا، دخل علينا في المكتب في الإدارة ولي أمر لطالبة تدرس في الجامعة في السنة الأخيرة، يطلب مني أن أنا أتوجه معاه إلى قاضي المحكمة لإيقاع العقوبة عليه وتحمل العقوبة بدل بنته اللي شاءت الأقدار للأسف أن توقع على عقود بيع وشراء والتزامات مالية وضعتها على عاتقها بدون ما تقرأ هذه الالتزامات والأثر المترتب عليها قانونيا. وبحكم أنها يعني كانت طالب يعني في السنوات الأخيرة، يعني نتكلم عن سن تقريبا 22 سنة، سن صغيرة في أننا تتحمل مثل أحكام يمكن شوي قاسية حتى إحنا في عرفنا وأحكامنا كمجتمع، فهي كان واحد من القضايا اللي لازلت أستحضرها اليوم وكانت صعبة بالنسبة لنا، لأن إحنا الموضوع كان في عهدة القضاء وتراتبية السلطات تضعنا أن لابد أن نراعي ونحترم أحكام القضاء وما يصدر عنها. الجميل أن القضاء كان يتعامل مع روح القوانين أكثر مما يتعامل مع القوانين نفسها، وأعطانا كإدارة فرصة أن نسعى إلى الحل الودي والرغبة الصادقة والحقيقية لأطراف الدعوة وأطراف الشكوى أن هي تحل القضية وأن هي ما تكون في دائرة صدام مع أي طرف آخر. ساعدنا أن احنا نحل هذه القضية، لكن لازلت هذه القضية استذكرها بمرارة، لأن احنا كثير من المستهلكين أحيانا يوقعون على عقود شراء أحيانا لا يدركون تبعات الأثر القانوني المترتب عليها، وهذه أذكر أنها كانت بالنسبة لي نقطة مفصلية حتى مع زملاء الإدارة، أن لابد أن يظل الرهان وأن يكون الرهان هو وعي المستهلك. نعم. احنا سعيدين أن احنا نحل الشكاوى وأن نكون في خدمة الناس، ولكن من باب خدمة الناس أيضا أن احنا نكرس الوعي، لأنه هو فعلا الخدمة الحقيقية وهو الاستثمار الأمثل للمستهلكين والقطاع التجاري في حل قضايا المتعلقة بين الأطراف. في المقابل يعني من طريف ما يذكر من المواقف الطريفة اللي تعرضنا لها في إدارة حماية المستهلك، أن أحد المستهلكين موقفين بالأحرى اللي يحضروني الآن
الموقف الأول أن أحد المستهلكين كان يتابع بعض ما ينشر بالبرامج مواضيعنا التوعوية حول يعني النصوص القانون قانون حماية المستهلك، فتفاجأنا في إحدى الشكاوى بأن شخص كان يطالب خطيبته اللي انفصل عنها بمبالغ مالية ومحتفظ بالأرصدة. فاستغربنا احنا ورود مثل هذه الشكوى لأنها بالأساس تتعلق بمطالبات مو بمحلها إدارة حماية المستهلك. صحيح. فلما كنا متواصلين معه احنا حالنا حال مراكز الشرطة، لابد أن نستقبل كل بلاغ ونعطيه اعتباريته وحقه مهما كان هذا البلاغ، مهما كانت جدية هذا البلاغ. فلما تواصلنا مع الشخص قال إيه احنا أنتوا في تتكلمون أنه لابد أن المستهلك يحتفظ بأرصدته، وأنا لازلت محتفظ بالأرصدة، واستغربت أنه كان بالفعل محتفظ بعض الأرصدة يعني. فقلنا هذه مو بمحلها هني ولا مقامها هني، ومحلها مكان آخر، لكن كانت يعني كان موقف صعب وشلون إحنا وغريب أيضا في نفس الوقت. فكان الرابط شيء غريب أنه محتفظ بالأرصدة لكن حق موضوع كلش غلط ومكانه مو صحيحة. موقف آخر، زبونة، وهاي اللي لابد بعد إن إحنا نوعي مستهلكين فيه، زبونة اشترت آيس كريم وما كان عندها المبلغ الكاش الكافي لأن هي تدفع المبلغ من يعني من محفظتها، فدفعت ببطاقة بالبطاقة بطاقة البنك. لسوء الحظ للمستهلكة، ولأن الموضوع كان يعني سوء يعني تقدير من الموظف، بدل ما يضغط سعر الآيس كريم كان سعره تقريبا حول دينار و600، ضغط بدل الدينار و600 معها ثلاثة أصفار ضغط 16,000 من دينار و600 دينار. هذه يعني سوء حظ هذه. يعني آيس كريم كلفها 16,000 دينار. آيس كريم كلفها 16,000 دينار وانقسم المبلغ. هذا المشكلة. طبعا الزبونة ما انتبهت إلا لما يعني وصلت البيت وكانت تبي تبركن السيارة، توقف السيارة. فالعادة أن بعض الناس المستهلكين يعني يتعبث بتليفونه ويشوف يقرأ المسجات، فلما شافت أن المسج أن في إياها من البنك أن في انخصم مبلغ، فشافت أن انخصم المبلغ المتعلق بشراء آيس كريم 16,000 دينار. يعني ما حسدها على هالموقف. كان موقف صاعق بالنسبة لها، وكان بالنسبة لنا في حماية المستهلك يوم طوارئ، لأن يعني موضوع مثل ذي صعب أنه هو يعني يمر مرور الكرام. وأخبرنا المحل في الحال، أيضا أخبرنا البنك، وأخبرنا مصرف البحر المركزي، وأخبرنا كل من له علاقة بهذا الموضوع علشان يرجع وينخصم فقط المبلغ الأساسي، يعني مبلغ الآيس كريم، وأنا يرجع المبلغ يعني. فكانت مفاجأة صاعقة بالنسبة لنا، وكان استنفار حتى بين موظفين الإدارة أن من دينار 600 إلى 16,000 دينار. الطريف في الأمر أن الزبونة كانت على درجة من التماسك وعلى وعي بأن إن شاء الله هذه الموضوع مسألة وقت، لكن الضغط النفسي اللي هي انحطت فيه، وأيضا الضغط النفسي علينا يعني، صحيح يعني طرفين. وكانت صدمة يعني أن 16,000 دينار ثمن آيس كريم شيء غير مقبول وغير معقول. صحيح. لكن فعلا خصم المبلغ، واستطعنا الحمد لله بتعاون وتضافر جميع الجهود، أمانة تعاون المحل اللي إدارة المحل والقائمين على المحل استوعبوا خطأ الموظف، لأن هذا الموظف ما كان مكمل حتى فترته التدريبية. وأيضا يعني مصرف البحرين المركزي وأيضا البنك يعني اللي له علاقة بالموضوع، واستطعنا الحمد لله في نفس اليوم استرجاع المبلغ لصالح المشتكية. ويعني أتوقع أن صادها روع بعدين من عقبها، فيعني كل ما يعني أنا شخصيا يعني كنت صرت لما أشتري آيس كريم أن أحسب أطالع البوك وأطالع البطاقة يعني، فردت فعل نفسيا. فهذه يعني من المواقف الطريفة اللي تعرضنا لها في إدارة حماية المستهلك والموظفين بشكل عام. المواقف لا تحصى ولا تعد، مواقف يومية، منها ما هو يعني
ينعكس فعلا أمانة على نفسياتنا كموظفين وتسعدنا الكلمة الطيبة لما يطلع من عندنا مستهلك زبون راضي أكيد صح. وكلمة رحم الله والديكم تكفي الدنيا ما فيها أكيد. وهذه هو الرهان. يعطيكم ألف عافية. يعني بالنسبة حق الصعوبات اللي تواجهونها بسبب عدم وعي المستهلك ببعض المسائل القانونية خاصة، أو حتى بسبب عدم وجود سند قانوني يقدر يحل بعض المشاكل أو بعض النوعيات من الشكاوي اللي تتلقونها، هل واجهتكم هذه الصعوبات أخوي جمال؟ طبعا في العمل الخدماتي لابد من وجود هاي النوع من الصعوبات. في بعض الأحيان مثل ما عولنا على منقول وعي المستهلك، أيضا عنده وعي القطاع التجاري. في بعض الأحيان كل قطاع التجاري غير واعي بحقوق المستهلك اللي يجب أن يحصله، كما أن في بعض الأحيان يكون المستهلك غير مدرك أو يجهل ما هي حقوقه التي يستطيع المطالبة فيها وما هي التزاماته. تواجهنا الصعوبات أيضا في بعض الأحيان من ناحية اختصاص الإدارة في بعض النوع من الشكاوى الواردة للإدارة. في بعض الشكاوى تتعلق بجهات أخرى، كمثلا أمور تتعلق بالصحة، أمور تتعلق في بعض الأحيان بالبنوك، أمور تتعلق بالتأمين، أمور تتعلق بشغلات تختص مثلا فيها البلديات. يعني المستهلك ينظر إلى الإدارة يعني كمسمى إدارة حماية المستهلك فيتوجه على طول ويبتدي يقول أنت مفروض تحلون هاي 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 المشكلة. إحنا لله الحمد يعني غالبا إذا لم نكن نحن المختصين نوجه للجهة المختصة، وفي بعض الأحيان إذا كان الأمر يستدعي نخاطب الجهة المختصة نبلغها بوجود نوع من المخالفات اللي يجب ان يلفتونها الانتباه ويبتدون يعني يباشرونها من ناحيتهم. مثل ما دائما احنا نقول ان رهاننا احنا في الفتره الجايه هي رهان على وعي المستهلك ووعي القطاع التجاري. اذا خلقنا بيئه واعيه تعي التزاماتها وتعي حقوقها راح هذه الشكاوي راح تقل تدريجيا، لان الكل راح يبتدي يعرف حقه في وين ويعرف الطرف الاخر التزامه يبتدي من وين، فراح يعني الشكاوي اوتوماتيك يعني تقل. نعم. هذه اللي احنا نحرص عليه بالفعل في برنامجنا، ومن خلال برنامجنا نافذة المستهلك ان احنا نوصل الى مستهلك على مستوى عالي من الوعي والثقافة. طبعا عندك سؤال؟ اكيد صفاء. اي طبعا اعول على الحديث بالنسبة لأهمية وعي المستهلك اليوم في خلق هذه البيئة اللي تتسم بالعدالة وأيضا الثقة بين المستهلك والتاجر. ولكن إذا بنتكلم أستاذ سنان عن العمل الخدماتي اللي تطرقنا فيه من خلال أسئلتنا السابقة، ولكن كلنا نعرف أن فوائد كثيرة، ولكن في المقابل هناك ضريبة كبيرة أيضا في هذا المجهود والمهام الخدماتية، لو تحدثنا عن رأيك في هذا الموضوع. العمل الخدماتي مثل ما أشرتي صفاء في ميزة كبيرة أنه يخليك على تواصل دائم مع الناس. نعم. قادر على تلمس احتياجاتهم، قادر على أن يكون عندك تشخيص دقيق لاحتياجاتهم، على الاطلاع على ما يقلقهم، على ما قد يؤثر على حقوقهم التعاقدية، على ما ينفعهم، على ما قد يحتاج إلى مراجعة وإلى تطوير وإلى تحسين. في المقابل ضريبة عالية لأن يؤثر على حقوقهم، وأيضا يضعنا أمام تحدي كبير أن لابد أن تظل مسألة إرضاء المستهلكين وفق الأنظمة والقوانين هي المعيار الأساس. أنا أريد أن أرضي المستهلكين، ولكن لابد أن يكون ذلك من خلال اتباع الأنظمة والقوانين. وهذا تحدي كبير، لأن أحيانا رضا الناس غاية لا تدرك، لكن يظل هو السعي والتحدي الأكبر أن احنا لابد أن نرضي المستهلكين، نرضي من يتقدم إلينا لحاجة، من يطلب منا العون والنصح والإرشاد، أن نخرج من عباءة حل الشكاوى فقط إلى أن يكون لنا دور توعوي أكبر.
أحيانا يكون ذلك يوجد ردات فعل أحيانا قد لا يتقبلها حتى المستهلك وقد لا يتقبلها أيضا القطاع التجاري. أنا ليس دوري إرضاء المستهلك وليس دوري إرضاء التاجر، أنا دوري إحقاق كل ذي حق حقه. نعم. وإعطاء كل ذي حق حقه، وذلك لا يتم إلا من خلال اتباع الأنظمة والقوانين. هذه تحدي صعب وضريبته كبيرة، لأن قد لا يرضى الجميع عنا، ولكن إحنا نحاول أن نرضي الجميع في المقابل. كيف نوجد هذا الاتزان؟ هذا هو التحدي الأكبر، هذه هو الضريبة الأكبر، ولكن هذا هو التحدي اللي لابد، ما عندنا مفر منه، مفر آخر لابد أن نواجهه يوميا وأن نتقبله، لأنه هو المحفز الأول لنا أن احنا نرقب المجتمع بوعيه بتفكيره بتعامله مع القضايا اليومية سواء كمستهلكين أو كقطاع تجاري. بالتالي هذه رسالتي دائما أن احنا نوصلها دائما للمستهلكين والقطاع التجاري، احنا موجودين من أجل الجميع، احنا موجودين من أجل إرساء قواعد عادلة بين الجميع، وذلك لا يكون إلا عن طريق اتباع الأنظمة والقوانين وأيضا مراعاة جميع الأطراف. المستهلك لا يستطيع أن يستغني عن التاجر، والتاجر لا يستطيع أن يقوم بعمل دون وجود المستهلك. We do compete to complete. الميدان موجود لتكامل الجميع. صحيح. هذه الثقافة اللي نحاول أن احنا نوجدها بدل الثقافة الخاطئة القائمة على الضدية أو القائمة على عدم فهم الآخر. احنا موجودين عشان نكمل بعض، نتكامل في النهاية عشان نرقى بمجتمعنا، نرقى باقتصادنا، وهذه هو التحدي اللي نحاول أن احنا نوصل ونزرعه في الجميع. أكيد طبعا أستاذ سنان، مهام ومسؤوليات جدا كبيرة ملقاة على عاتقهم في إدارة حماية المستهلك، يمكن تكون مجهولة بالنسبة للكثير من المستهلكين اليوم، ولكن نتمنى ولو بشكل بسيط اليوم من خلال برنامج نافذة المستهلك أن نعرف المستمعين عن هذه الجهود الخفية حقيقة، وأن نرفع من وعي المستهلكين وثقافتهم بشتى المواضيع اللي تخصهم وتخص أيضا قراراتهم وممارساتهم الشرائية. نشكركم أستاذ سنان الجابري مدير إدارة حماية المستهلك، والسيد جمال ناصر الباحث القانوني في إدارة حماية المستهلك على مشاركتكم لنا اليوم في الحلقة، وأكيد نتمنى كل التوفيق لكم والنجاح في كل ما تقدمونه من خدمات تصب في مصلحة الوطن والمواطن. شكر موصول لكم أيضا، ونكرر تحياتنا لكل عامل مجد، ونكرر التزامنا المهني والأخلاقي بأن نظل قريبين من الجميع، قريبين من الناس، نسمع الجميع ونحرص على حق الجميع. طبعا مستمعينا، اليوم حلقتنا كانت حلقة استثنائية بمناسبة اليوم العالمي للعمال، استعرضنا فيها معاكم الجانب الخدماتي في عمل إدارة حماية المستهلك ما بين الطموح والتحديات، وكذلك استعرضنا الكثير من المعلومات المتعلقة بدور هذه الإدارة. قبل لا نختم نقدم لكم تحية، ونقدم أيضا تحية لكل من يعمل من أجل النهوض بهذا الوطن، من أجل النهوض بإنسان هذا الوطن، من أجل إسعاد الناس، من أجل خدمة الناس. نرفع فيه القبعة لكل عامل مجد في عمله ومخلص لكل معاملة تتعلق بها مصالح الناس. في النهاية أعزائي، الإنسان هو ثروة الأوطان، وبها تتقدم هذه الثروة، بها تتقدم الأمم والشعوب. التحية نقولها اليوم وكل يوم من أجل هذا الوطن اللي نعيش عليه ونعمل من أجل ازدهاره. نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة من نافذة المستهلك. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء. هذا البرنامج من إعداد إدارة حماية المستهلك، من تقديم فاطمة محمد وصفاء صفر، والإخراج محمد نعمة.